تأتي ضمن سلسلة من التقارير التي تركز على الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين من أبناء شعبنا في سوريا. والحقيقة هذا التقرير يحمل أهمية خاصة بما جاء به من تفاصيل خاصة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهناك تحقيق مفصل بحادثة استهداف أهلنا في خان شيخون في الرابع من شهر نيسان الماضي بهجمات كيميائية باستخدام غاز السارين، وهذا التحقيق جاء في الملحق الثاني من التقرير. طبعا التقرير في خلاصته تحدث عن استمرار العنف المرتكب في سوريا، وبالذات هذا العنف يستهدف المدنيين، ونؤكد كما جاءت في تفاصيل هذا التقرير أن العنف الجهات الأساسية التي ترتكبه هي نظام بشار الأسد وإيران وما يتبع لها من ميليشيات ومرتزقة، وكذلك القوات الروسية. إضافة إلى ذلك، ذكر التقرير بأن الأسلحة الكيميائية استخدمت في سوريا 32 مرة، ارتكب النظام منها حوالي أو تحديدا 27 مرة، منها استخدام غاز السارين بالذات في حادثة خان شيخون. وبالتالي يشكل عدد ما ارتكبه النظام من استخدام الأسلحة الكيميائية حوالي 80% من عدد مرات الاستخدام. وطبعا هذا الاستخدام له خصوصية في أنه أولا ينتهك القانون الدولي الإنساني لأنه يستخدم الأسلحة الكيميائية، ومعروف بالنسبة لحضراتكم أن استخدام هذه الأسلحة هو محرم دوليا. ثانيا هو يستخدم الهجمات العشوائية في أماكن يسكنها مدنيون دون تمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية. كذلك هذا يعتبر خرق واضح لاتفاقية حظر إنتاج واستخدام ونقل وتخزين الأسلحة الكيميائية، لا بل وتدمير الأسلحة الكيميائية كما هو معروف في الاتفاقية التي تم توقيعها مع منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية. والأهم من ذلك كله أنه يشكل انتهاك وخرق للقرار الدولي 2118 بالذات للمادة 21 منه، التي تنص صراحة أنه في حال عدم الامتثال فيما يخص استخدام وتخزين ونقل الأسلحة الكيميائية فأن مجلس الأمن مطالب باتخاذ تدابير إضافية تحت الفصل السابع لمعاقبة النظام على هذا الاستخدام. كذلك هذا التقرير أشار بوضوح إلى عمليات التهجير القسري وعمليات الحصار وعمليات التجويع وعمليات حرمان الناس من حقوقهم الأساسية الغذاء والدواء والماء من أجل استخدام هذه كأسلحة في أسلحة من أسلحة الحرب من أجل فرض الاستسلام من قبل المدنيين في إطار ما يسمى بالهدن والمصالحات المحلية. نقطة مهمة أشار إليها التقرير كذلك هو أن قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي في عملياتها الهجومية على مدينة الرقة لا يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة. هناك حوالي 190 ألف من المدنيين الذين نزحوا من مدينة الرقة إلى الأماكن التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. إضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من الجرحى ومن الضحايا المدنيين الذين تمت إصابتهم في إطار هذه العمليات العسكرية. نفس الموضوع تماما ينطبق كذلك، نشير إليه أنه ينطبق على مدينة دير الزور. فالعمليات العسكرية الهجومية التي يقوم بها النظام وتقوم بها الميليشيات الإيرانية وما يغطيه ما تؤمنه من تغطية القوات الروسية، كذلك هناك استهداف واضح وإصابة لعدد من الضحايا والمدنيين من أهلنا في دير الزور. طبعا في هذا الإطار بدون أن أدخل في مزيد من التفاصيل أود أن أؤكد على النقاط التالية. كل ما تم وصفه في هذا التقرير يشير بشكل واضح لا يدع مجال للشك أننا أمام ليس فقط مجرم حرب بل مجرمي حرب يتزعمهم بشار الأسد في أكثر من تقرير وفي أكثر من حادثة. ليست ادعاءاتنا وليست تقاريرنا، بل هذه تقارير من لجنة دولية مستقلة مهمتها التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا
وليس أكثر من ذلك، يعني أكثر من هيك دليل واضح، يعني لا ننتظر أكثر من هيك. فبالتالي يجب التعامل مع مرتكبي الانتهاكات في سوريا كمجرمي حرب، ونحن كوفد للهيئة العليا للمفاوضات نمثل قوى الثورة السورية وقوى المعارضة السورية، نؤكد على ما يلي. أولا، أهمية التوصيات التي تقدمت بها اللجنة وضرورة أن يتم تبني هذه التوصيات سواء من مجلس حقوق الإنسان أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من قبل المبعوث من قبل الأمين العام عفواً أو من قبل مجلس الأمن. ثانياً، تفعيل مبدأ العدالة الدولية من خلال سوق كل مرتكبي جرائم الحرب في سوريا وعلى رأسهم بشار الأسد إلى أدوات العدالة الدولية، وأهمها وخاصة المحكمة الجنائية الدولية. ولم يعد من المفيد بل من العيب والعار الاستمرار في الصمت من قبل المجتمع الدولي على هذه الجرائم. على روسيا أن تتوقف عن مشاركة النظام في جرائمه وتأمين التغطية السياسية والقانونية وتقديم الدعم العسكري له، وهذا طبعا يساعده على الإفلات من العقاب ويمنع العدالة الدولية من أن تأخذ مجراها. لابد من أن ندعو بالفعل الآن مجلس الأمن أن يعقد جلسة طارئة. مهمة هذه الجلسة الاطلاع على تقرير هذه اللجنة وبالذات استخدام السلاح الكيميائي، وضرورة التفعيل الفوري للمادة 21 من القرار 2118 التي تنص على أنه في حال عدم الالتزام، وبالفعل نحن الآن أمام حالة عدم التزام موثقة من قبل فريق الأمم المتحدة فريق التحقيق، ضرورة اتخاذ تدابير فورية وعاجلة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بما يكفي ويضمن لوقف هذه الانتهاكات ووقف هذه الجرائم. لابد من تطبيق البنود الإنسانية الواردة في العديد من القرارات الدولية، وخاصة البنود 12 و13 و14 من القرار الدولي 2254 والتي تنص على وقف استهداف المدنيين ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، إدخال المساعدات الإنسانية والإفراج الفوري عن المعتقلين. جهودنا ستستمر مع يعني كل اللجان التي انبثقت سواء عن الأمم المتحدة أو عن مجلس الأمن أو عن منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية من أجل توثيق الجرائم التي يقوم بها النظام وحلفائه، ومن أجل جمع وأرشفة الأدلة من أجل استخدامها في الوقت المناسب في المحاكم أو في محكمة الجنايات الدولية أو غيرها من المحاكم المسؤولة عن تطبيق مبدأ العدالة الدولية. طبعا هذا التقرير كما قلت في ملحقه الثاني أكد بوضوح بأنه تم استخدام غاز السارين من خلال المشاهدات الحية، من خلال جمع الأدلة والعينات والتحليل الدقيق المختص بها، بأنه تم استخدام السارين من قبل طائرة سوخوي 22 التي يستخدمها النظام في الرابع من شهر نيسان في الساعة 7:45 صباحا عبر استهداف هذه المنطقة بأربع قنابل جوية، إحداها هي قنبلة كيميائية احتوت على غاز السارين، وكان عدد الضحايا 83 ضحية كلهم من المدنيين، 28 طفل و23 امرأة. وهذا يدل على شيء، يدل على إصرار النظام على استخدام كل ما لديه من أسلحة وما لدى حلفائه من أسلحة حتى المحرم منها دوليا من أجل تطويع إرادة الشعب السوري، والحمد لله أنه لم ينجح في ذلك حتى هذه اللحظة ولن ينجح. نقطة أخرى فيما يتعلق بتصريحات السيد المبعوث الخاص للملف السوري السيد ديمستورا أمس، يعني أود أن أذكر بعض النقاط. صراحة أن هذه التصريحات يعني أقل ما يقال فيها أنها صادمة ومخيبة للأمال، فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها يعني قوى الثورة والمعارضة سابقا في مفاوضات 2014 أو في المفاوضات التي جرت 2016-2017 من قبل الهيئة العليا للمفاوضات، رأى المبعوث الخاص السيد المبعوث الخاص رأى حرص الهيئة العليا للمفاوضات ووفد التفاوضي
على تقديم رؤى وأفكار بناءة إيجابية ساعدت الفريق الدولي من أجل الدفع وتحريك ديناميكية العملية السياسية للوصول للحل السياسي. ورأى هو نفسه حجم الإعاقة والعرقلة التي قام بها النظام، إن من ناحية استمرار لا بل تكثيف القصف على المدنيين وأحكام الحصار والتجويع أثناء العملية السياسية، أو من خلال وضع العراقيل أمام العملية السياسية نفسها. وفي كل مرة كنا نتوقع أن يقوم المبعوث الدولي بتقديم إحاطة عملية وواقعية لعملية المفاوضات أمام مجلس الأمن ويشرح فيها أن هناك نظام قاتل مستبد دكتاتور مجرم، هذه تقارير الأمم المتحدة تتحدث عنه، يرفض العملية السياسية، ولكن يعني للأسف الشديد تم التزام الصمت مما الصمت عن جرائم النظام وعن سلوك النظام المعرقل للعملية السياسية، مما أعطاه يعني كرتا أخضرا إضافيا للاستمرار بكل ما يقوم به. وكذلك من المؤسف الآن أن نشاهد أن يعني الكلام الذي يتحدث به السيد ديمستورا هو مطابق تماما للأجندة الروسية، وهذا لا يستقيم مع العملية السياسية. فينبغي أن يكون المحرك الأساسي للعملية السياسية هي قرارات مجلس الأمن وهي بنان جنيف، والأمم المتحدة والفرق التابعة للأمم المتحدة ينبغي أن تكون مهمتها حراسة تطبيق بيان جنيف والقرارات الدولية، لا أن تكون هذه العملية مرهونة بقيادة جهة ما أو طرف ما في المجتمع الدولي، وأنا أعني هنا يعني روسيا تحديدا. لذلك هذه التصريحات جاءت يعني من حيث الشكل أو من حيث المضمون بشكل غير مقبول البتة. فمن ناحية المضمون السيد المبعوث الخاص يعرف من هو الطرف الذي تعاون إيجابيا للدفع بالعملية السياسية ويعرف من هو المعرقل. ومن ناحية التوقيت بشكل متزامن في نفس اليوم الذي يقوم به جهاز تابع للأمم المتحدة بإصدار هذا التقرير الفاضح للنظام ولحلفاء النظام، والفاضح كذلك للمجتمع الدولي الذي ينتظر كل هذه التقارير ولم يقم حتى هذه اللحظة بأي إجراء لإيقاف الانتهاكات، وكأنما أصبح القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان في حيز آخر، أصبح لعبة من لعب المجتمع الدولي يتم استثمارها لتحقيق مكاسب سياسية في ظل ازدواجية صراحة أصبحت معيبة ومشينة على المجتمع الدولي. فبدل يعني أن يتم مشاركة هذا الفريق تفاصيل التقارير التي تتحدث عن هذه الانتهاكات، وأن تقوم الأمم المتحدة والفريق الدولي المسؤول عن الملف السوري بنقل هذه المعلومات إلى مجلس الأمن وضرورة المطالبة بتنفيذ المادة 21 كما ذكرنا قبل قليل، يتم توجيه يعني الأمور باتجاه آخر، وتتم فيه يعني مراعاة لمشاعر النظام وعدم القدرة على المجاهرة والمصارحة بالجرائم التي يقوم بها النظام. نعم إن صمت المجتمع الدولي وهذا الدعم يعني المفتوح والظاهر للنظام من قبل حلفائه سواء كانت إيران أو روسيا لا ينبغي أن يسوغ للأمم المتحدة ولفرق الأمم المتحدة وللسيد المبعوث الخاص أن يتخلى عن التزاماته السياسية والتزاماته القانونية والتزاماته الأخلاقية تجاه الشعب السوري في تبني عملية سياسية حقيقية وفعالة هدفها وهمها الوصول للحل السياسي الحقيقي المبني على المرجعيات الدولية والذي يحقق الانتقال السياسي الحقيقي بدءا برحيل بشار الأسد المجرم حسب توصيف الأمم المتحدة المجرم منذ بداية المرحلة الانتقالية. طبعا نشعر من خلال قراءة ما تحدث به المبعوث السيد المبعوث الخاص بأنه يتخلى عن المرجعيات الدولية، يتخلى عن بيان جنيف، ويتخلى عن القرارين 2118 و2254. فهو عندما يتحدث عن إصلاح دستوري وعندما يتحدث عن شكل ما من تشارك السلطة هو يبتعد بالكلية عن جوهر هذه القرارات وعن جوهر هذه المبادئ، ويتنافى بشكل يعني واضح مع روح ومرجعية بيان جنيف في تحقيق انتقال سياسي عماد هذا الانتقال هو هيئة الحكم الانتقالي. لا يحق للسيد المبعوث الخاص أن يقوم بتفسير أو تحوير القرارات الدولية بالشكل الذي يروق له أو يروق لمن
يعني يتحكم في مفاصل اللعبة السياسية، بل يجب أن يكون واضحا في تنفيذ هذه القرارات حسب المرجعية الدولية. لنكون واضحين، عملية جنيف بهذا الشكل تفقد مصداقيتها، لأن الاتجاه الحالي في العملية السياسية يتم التلاعب به من قبل بعض أطراف العائلة الدولية ولا سيما روسيا. ونؤكد على أنه أيا كانت الصفقة التي قد يتفق عليها المجتمع الدولي فإنه لا يمكن أن توصل هذه الصفقة إلى حل سياسي إن لم تكن ملبية لطموحات وتطلعات الشعب السوري. ولا يزال هدف الهيئة العليا للمفاوضات حتى هذه اللحظة هو الانتقال السياسي بعيدا عن الاستبداد وبعيدا عن الإرهاب. وإذا كان شركاؤنا الدوليون يشاركون هذا الهدف فإن الهدف الأول يجب أن يكون إعادة تقويم وتصحيح مسار العملية السياسية بحيث تستفيد من كل المعطيات الموجودة حاليا لتحقيق هدف وغاية أسمى هي مصلحة الشعب السوري. يعني عندما تطالب المعارضة السورية أن تتحلى بالواقعية السياسية، أنا أشارك كل من يدعو إلى هذا يعني أو يسأل هذا الطلب يطلب هذا الطلب، يعني أشاركه الرؤية والفكرة. بالفعل ينبغي أن نراعي أن نظام بشار الأسد فقد شرعيته من اللحظة الأولى التي أريقت فيها دماء الشعب السوري الطاهرة على يديه المجرمتين. ونظام بشار الأسد فقد الشرعية عندما استجلب إلى سوريا قوى وميليشيات ودول ومرتزقة من كل أصقاع العالم. لماذا؟ لا ليقاتل عدوا ولا ليواجه إرهابا، وإنما ليفتك بالشعب المدني الأعزل الذي خرج من أجل يعني تحقيق مطالب مشروعة من حرية وكرامة اعترفت له بها كل دول العالم. وأقول أن نظام بشار الأسد إذا كان البعض يتحدث عن انتصارات هنا أو هناك هذه مجرد تمثيلية ممسوخة ومكشوفة. نظام بشار الأسد ليس هو من يقاتل، من يقاتل هم أولياؤه الذين يملكون أمره الروس والإيرانيين، وهناك عشرات آلاف المرتزقة ومنهم من هو مصنف إرهابيا على مستوى دولي يقاتل الآن في سوريا. وإذا كنا نتحدث عن حرب المعارضة وأن المعارضة لم تنتصر في الحرب فهذا الكلام غير صحيح. هي ليست حرب وليست معارضة، ولم تكن الحرب خيارا لنا في يوم من الأيام، وإنما ولم تكن معارضة، إنما هي ثورة شعب بكل مكوناته وشرائحه خرج لتحقيق حريته المسلوبة وكرامته المهدورة. واليوم في ظل وقف استهداف المدنيين ووقف اطلاق النار يكون الشعب السوري قد عاد إلى ساحته الأولى، ورأينا وسنرى أن حناجر السوريين ستبدأ تصدح من جديد في هتافات رائعة رأيناها في الأيام الماضية وسنراها إن شاء الله خلال الأيام المقبلة تنادي بالحرية والكرامة والشعب السوري ومصالح الشعب السوري، وستستمر في هذا النضال حتى تحقيق أهدافها التي خرجت من أجلها. أما الحرب فقد اختارها النظام وحلفاء النظام لأنه يعلم يقينا أنه لا يستطيع تحدي إرادة الشعب السوري إلا بالقمع والقتل والإبادة والتشريد. وجملة أخيرة، إذا كان أحد يقيم أداء فإن أداء الشعب السوري خلال 7 سنوات من الثورة كان من أرقى الأداءات. فهذا الشعب البطل المضحي المعطاء الصامد رغم كل ما مر به من قتل وتشريد وتجويع وحصار لم ينثلي، لم تنكسر إرادته، لن ينثلي، لن تنكسر إرادته. سنرى الشعب السوري في الساحات، في المعاهد، في المدارس، في الجامعات، داخل سوريا، خارج سوريا، سنراه يعني مزمجرا وهاتفا بكل قوته. الشعب يريد إسقاط النظام، نظام بشار الأسد، والشعب يريد حريته ويريد كرامته
ويريد العيش بأمان واستقرار، وهذا العيش بأمان واستقرار لا يمكن أن يتم إلا في ظل يعني وضعين: الأول أن يتم إسقاط بشار الأسد المجرم ورموز وأركان نظامه وزمرته الفاسدة منذ بداية المرحلة الانتقالية، لا يمكن أن يحدث حل سياسي بوجودهم، ولا بد من تحقيق العدالة الانتقالية عبر إحالتهم جميعا إلى المحاكم المختصة لنيل يعني عقابهم العادل بإذن الله. شكرا جزيلا. أحنا ضايع من التلفزيون العربي. دكتور تحدثت ربما الآن أن الوضع الدولي استقرار سوريا لم يعد وسيطا نزيها بالنسبة لهيئة عليا المفاوضات السورية. ولكن الآن حديث عن جولة جديدة من المفاوضات. بعد هذه التصريحات هل الهيئة العليا سوف تشارك في أي جولة جديدة في ظل وجود هذه التصريحات للمفاوضات الدولية استقرار بمستوى سوريا؟ ثاني حول هناك حديث عن ربما تفاهم تركي روسي حول مدينة إدلب. ربما تجديدها للقصف من قبل طائرات الاتحاد الدولي بسبب وجود جبهة مصر هناك، هل هناك أي تأكيدات من قبل الأمم؟ يعني السؤال الأول، بالفعل حتى تكون الأمم المتحدة والفرق والوكالات والأجهزة التابعة للأمم المتحدة وفريق المبعوث الخاص والسيد المبعوث الخاص حتى يكون لهؤلاء جميعا مصداقية في العملية التفاوضية والعملية السياسية، ينبغي أن يقوموا بدورا واضحا هو الالتزام بتحقيق الانتقال السياسي، لا تحقيق أي شيء آخر، هذا ما نصت عليه القرارات الدولية، تحقيق الانتقال السياسي بناء على بيان جنيف وعلى قرارات مجلس الأمن، وأن يتم العمل ضمن هذه العملية بصراحة وبوضوح كامل. لا ينبغي للشعب السوري أن ينتظر عشرات السنين حتى يتم تسليط الضوء على الجهة التي تعرقل العملية السياسية، وهذا الأمر بيد الأمم المتحدة نفسها، هي إذا كانت تريد المصداقية فأنا يعني أعطيت الوصفة التي تستطيع من خلالها أن تكون ذات مصداقية. النقطة الثانية، حتى هذه اللحظة لم تتم الدعوة لأي جلسة مفاوضات جديدة، وعندما تتم الدعوة سيتم أخذها بعين الاعتبار وتتم دراستها من قبل الهيئة العليا للمفاوضات، مع أني أكدت في يعني مداخلتي قبل أو في كلامي قبل قليل أن الهيئة العليا ملتزمة بالحل السياسي كخيار استراتيجي ليلبي طموحات الشعب السوري حسب المرجعيات الدولية. السؤال الثاني حول إدلب، يعني الجهات الإرهابية في سوريا أصبحت واضحة ونذكرها في كل مرة، نظام بشار الأسد والميليشيات التي تقاتل إلى جانبه وداعش والنصرة وحزب الاتحاد الديمقراطي وكل من يتبنى أجندة خارج الأجندة الوطنية السورية، ولا يمكن لنا كقوى ثورة ومعارضة سورية أن تسمح بوجود أي جهة إرهابية على أي يعني مساحة من الجغرافيا السورية، فبالتالي نحن ندعم أي جهد دولي لتخليص مدينة إدلب من الجهات الإرهابية الموجودة فيها، ولكن عبر أسس ومحددات ثابتة. أولا يجب حماية المدنيين وألا تكون عملية مواجهة الإرهاب ذريعة لانتهاك القانون الدولي الإنساني والانتهاك قانون حقوق الإنسان من أجل يعني تحقيق غايات سياسية محددة. النقطة الثانية، يجب أن تكون عمليات تحرير مستندة ومعتمدة بشكل أساسي على أهالي المنطقة، وقبل أيام كانت هناك أو يومين كانت هناك يعني مبادرة وعمل من قبل الحكومة السورية المؤقتة تداعت إليها عدد كبير من الفصائل من أجل يعني معالجة الأولويات العسكرية الموجودة على الأرض بما ينسجم مع مطالب الشعب السوري وتحقيق طموحه، ولن نتوانى في أن نكون جزءا من جهد دولي بعيدا عن النظام والميليشيات التي تقاتل مع النظام من أجل تحرير ومعالجة ملف أهلنا في إدلب. الأسبوع القادم سيأخذ مؤتمر السنة، هذه التطورات الأخيرة سواء التقدم في ذي الزور أو التقرير الأممي حول استخدام نظام السلاح الكيميائي، كيف يمكن استثمار داعش في مؤتمر مهم في المؤتمر السنة وكيف سينعكس على مقررات هذا المؤتمر؟ والسؤال الثاني، ذكرتم أن هناك مساعي لتوحيد الفصائل في الشمال أو في إدلب، ما هي يعني إلى أين وصلت هذه المساعي؟ وما هو المخطط لجمع هؤلاء في جيش وعلا؟ سواء
السؤال الأول استخدام الكيماوي كيف استثماره في أستانا؟ كيف ممكن أن نعكس على مفاوضات أستانا؟ نعم طبعاً، يعني الجرائم التي يرتكبها النظام كما هو موثق في التقرير يجب استثمارها في كل المنابر وفي كل المحافل الدولية، سواء كانت في جنيف أو كانت في الأمم المتحدة في نيويورك، وبعد أيام قليلة سيكون هناك اجتماع للجمعية العامة، أو في كل منصة أو كل مكان يكون هناك تفاوض تشارك به قوى الثورة والمعارضة أو الدول الحليفة لقوى الثورة والمعارضة. والمجتمع الدولي وأفراد العائلة الدولية إذا كان بالفعل يلتزمون بما عليهم من التزامات تجاه حفظ الأمن والسلام الدوليين وحماية المدنيين وتطبيق الاتفاقيات التي كانوا هم جزءا من صياغتها ومن يعني اعتمادها، وخاصة فيما يتعلق بعدم استخدام أسلحة معينة اعتبرت محرمة دوليا، يجب عليهم أن يقوموا بتحريك هذه الملفات ضد هذا النظام من أجل أن يصل أو أن يعني أن يتم بحقه اتخاذ الإجراءات المناسبة. النقطة الثانية عن جهود توحيد، يعني الجهود لا تزال في بدايتها، كما رأيت حضرتك قبل يومين كان هناك اجتماع لهذه الفصائل مع السيد رئيس الحكومة المؤقتة، والآن يعني أعلم أنه يعني الموضوع في نقاش مستمر من أجل بلورة الخطوات القادمة من أجل إتمام هذه الخطوة هذا المشروع. أي سؤال؟ دليل خادم دبرسين من هذا ذيك قالوا أفضى فيانية المستورة ويتسيرة كيوانية ما بين رجيم أوي بك رجيم أوبوزيسيوني بك ودستي رجيم بهيستر بك وقالوا أف بيواني أف داخياني نك دشبالية أوبوزيسيوني بلكي دستي دانك جبو رجيم سوري ودستي رجيم سوري بهيستر بك يانا. أول سؤال، هل ما قاله دي مستورة هو دعم مباشر للنظام وبالتالي بطريقة ما حاول أن يصف بصف النظام أو أن ذلك سيؤثر على مفاوضات جنيف في المستقبل؟ يعني الغريب البارحة عندما تم سؤاله من أحد الموجودين أو الصحفيين عن تقرير الأمم المتحدة حول الانتهاكات التي يقوم بها النظام وحلفائه لم يعني يرد السيد المبعوث الخاص بأي تعليق، وهذا الموضوع يعني هذا الموضوع مرفوض. يعني اليوم نحن نفهم أن كل ما يتعلق بالأمم المتحدة ينبغي أن يكون له مهمة متجانسة متناغمة تمشي مع بعض، فنفهم من عدم إجابته بأي تعليق على تقرير تابع للجنة تابعة للأمم المتحدة أنه يتماهى مع نظام بشار الأسد ولا يريد الحديث عن جرائم بشار الأسد، وهذا الأمر بالفعل يؤكد على مصداقية جهود الأمم المتحدة ككل بشكل عام وعلى جهود السيد المبعوث الخاص بشكل خاص. فبالتالي حتى يقوم بمهمته بمصداقية وحتى يكون مقبولا لابد أن يشرح الأمور كما هي. نحن لا نطالبه بأن يضع ما نراه نحن، هذا التقرير تابع للأمم المتحدة، فأدنى مبادئ العدل والإنصاف والمنطق والحيادية أن يقوم السيد المبعوث الخاص بالحديث عن هذه الجرائم التي ترتكب في سوريا، أن يتحدث عن العدالة الانتقالية، أن يتحدث عن عدم تطبيق القضايا الإنسانية، أن يتحدث عن الجزاء العادل الذي ينتظر هؤلاء المجرمين، أن يتحدث عن من يعرقل العملية السياسية. أما أن يتم دائما استخدام المعارضة السورية وعدم توحد المعارضة السورية والجهود التي تقوم بها المعارضة السورية كذريعة لعدم الانخراط بعملية سياسية هو يعرف سلفا من يعقل هذه العملية، فهذا الأمر غير مقبول وغير مرفوض وبالفعل يهدد العملية السياسية برمتها. سؤال خلاص، شكرا جزيلا.